شلونهم الجناية؟ ايش اخباركم؟ تحياتنا لكم، مشتاقين لكم هواي متابعينا باليوتيوب. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شباب هذا الشهر طورات وطورات، يعني سالفته تعبانة. اقوى طير يسقط بي، اقوى طير بالله، اقوى طير عندك تلقاه باي باي. ما هو شراد لك، يراد لك هيك كتل، حسد تصوير ظالمهن. شوف يراد هيك دق، يعني شوف لازم تزود فصله. اذا كنت تطير مره اطير له. شوف هسه هذا، شوف هذا الحني، شوف شوف ذا الاثنين طبق. زود فصله، يعني من اللي كنت تطير فصل واحد تطير فصل ثاني تطير فصل ثالث، ما عليه. شوف هسه هذا يوميا ارجع ثلاث فصول اربعه افك طوراده، يعني تفك شيء قليل طبعا. ها نو تفك طوراده شيء قليل، ما اقول لك هواي. والطير بهذا الشهر عذره، يعني اليوقع ولا تقول طير مو صحيح، انا اقول لك صحيح، بس اللي وقعه شنو؟ اللي وقعه الطوراد، واللي وقعه يا هو اللي وقعه صاحبه. الله وكيلكم، اقوى طير بهاي الايام يجف روحه. لا تقول له ربه فرق، لا تقول له جايبه، لا تقول له ابد دوم، لا تقول له حايل، هو الحايل اللي يوقع. الله وكيلك، جديد حايل مخلف ماكو ماكو. شوف هذا الشهر اللي اريده من عندكم متابعينا، تحياتنا لكم، اللي اريده من عندكم الكتل بهذا الشهر، كتل كتل اكتل هذا الشهر. شباب والله العظيم ذني مالاتي، يعني ظالمهن انا. شوف حمام هذا ما زاوج، تعرفون انتم حمام ما مطبوق، يعني انطبق الحمام شباب، من طبقته ضرب قبل عزلته، يعني 38 فحل تقريب ما زوجات، يعني ها بيهن زوجين وبيهن البيضن وبالاغلبية لا بالله دوم. واعذرونا شباب هالايام ما ننشر لكم صيد، اسباب هواي والله العظيم شباب، بس ان شاء الله راح نعود لكم بقوة باذن الله. انا عندي صيد هالايام، مو ما عندي، عندي لا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا سبعة، يومية قاعد اكمش. اذا ما اكمش الصبح اكمش الظهر. ها نور شردتي نور؟ شوف حمام زود فصله، وسان شباب توقفت فكاتهن بعد ما اخذهن، وعذرونا يعني عذرونا 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 الف مرة ما نشرت لكم ولا فكه. واخري الان واخري شباب بيهن، من قمت تاخذهن بالفكات؟ اجن قضبن، يعني الطيور قضبن، يعني انا بالفصل قمت يعني ما اهدهن، قمت اهد بذن الزغار، وهن ما ينعرف هسه الصغير من الكبير، وين تعرفه؟ هاك هذا هسه كبير، هذا من الحيل والله. هاك وينه؟ تعال هسه ثواني، هذا من الحيل، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا من الحيل، هذا هذا شوفه حايل طير بعده بلبل. هسه راويك من الحيل وينه. هذا من الحيل، حمام ما متعوب، الله وكيلك. واليوقع سبب راعية، بس احنا نريد نتونس، حمام من طبقه ان شاء الله، ان شاء الله ما ينطبق هذا الحمام الزامدي، لو يبقى واحد بيهن. والله احنا كسر بجمع هذا الموسم، روحت تقريب بين الفكات وبين الفصل ست حمامات، بين الفصل وبين الفكات. واخر العيونة، واعذرونا شباب كلش كلش اعذرونا، قطعت وياكم هواي، الله شاهد، واحتمال بيكم الزعلانين علينا،
واكو واحد من اهالي بغداد راسلني وواحد من الحلة. دي سيد متنشير، تحياتنا لأهل بغداد ولأهل الحلة من الجنوب للشمال. أنا جيت أبيحن بس بعد ما راح أبيح لأن تعب والله شباب الفرخة تعب والله. شو ما تقول تعب ويخابرك يقول لك أريدها بـ40 أريدها بـ45 يا أبا والله تعبانين عليها، ذابين كومة فلوس عليها كومة دويات عليها يعني ما بيهن. بس هذا الشاملي اخذته من ولد صديقي هذا ابو حمار انطاني هذا واحد وبعد واحد وياه. هم الشاملي قرفته زينه ما وقع وهم طير قوي هو. بس شباب من فريته شويه تعبان، قمت اكتله بالمخاليف وبقتها رديتها للطواير، قمت اكتله ويا الطواير عبرت للفحول نمن صار جيد جدا. لان اثنين من المخاليف، هذا من المخاليف. شوف 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 طلع هذا يجعبت الباب مفتوح. ذاك شباب حاطه هناك من الساعة من طيارتين. ذاك الحني هو مو حني بس نقول يعني. لان شباب طبن وهسه شباب منا وطبعا ننهي الفيديو. وعذرونا الف مره اقولها، عذرونا شباب ان المناشير ننشرها بس ان شاء الله اعود لكم. والله عمي ما ادري ايش احكي، هل غلطان اني مو غلطان؟ بعد ظلت يمكم، تعودتوا علينا وقطعنا وياكم يعني صار لنا اكثر من 10 ايام. وان شاء الله راجع لكم بقوة بعون الله. وش تردون كتبوا لي بالتعاليق واني ممنون لكم. ولو هواي هنا راح منعتني يعني بالفكات وبالفصول، هنا مثل ما قلت لكم بـ6 حمامات يعني درجة اولى، بس واحد بيهن مو حلو مخلف منزل وبالغوط. بس هو هذا المو حلو بيهن الادلع. هم الله هم خلصنا من عده، هذا هم بدي اخلص منه. هذا بعد واحد، هذا بدي طلعه واحد ورده طلع، هذا اثنين. نكهة الحمام ذني مخرباتهن مو تقولنا في ذاك قطع ذاك الطير درجة اولى، مو نقول درجة اولى درجة اولى، كل احلى وكل احلى وكل ارتب. بس مثل ذن الصافات لا بالله. يلا في مال الله شباب، واهم شي اللايك شباب، ساعدونا هذا الفيديو على مو صرنا حافز ننشر لكم الصغيرة والكبيرة. تحياتنا لكم، تحياتنا للمحافظات، متابعينا الغوالي في مال الله، احبكم هواية، بالسلامة.